يا صباح الفل والجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال، وحشتوني جدا جدا من الأسبوع اللي فات. هكون معاكم طبعا زي ما احنا متعودين كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11. أنا إيمان عزيزة وحلقة جديدة من سكة السلامة. في سكة السلامة النهاردة الفقرتين بتوعنا يمكن ناس كتيرة جدا جدا عندها فكرة عنها وبتعاني منها. الفقرة الأولى هتبقى فقرة عن حاجة الناس بتلمسها في الشارع المصري، بتشوفها كل يوم في الإشارات، في الشوارع، في تحت الكباري وفوق الكباري وفي أماكن كتيرة جدا. قبل ما أقول لكم على موضوعنا النهاردة، تعالوا كده أحكي لكم حكاية، يمكن حاجة توجع القلب، يعني معلش عذرا بقى إنها حاجة ممكن تكون فعلا مؤثرة جدا. كان في فنان من زمن الفن الجميل، فنان ممكن يكون الناس كتيرة كلها عارفاه، بس للأسف أنا مش هقدر أقول اسمه حفاظا على اسمه وصورته وعائلته طبعا، اللي يعني أعتقد أنها ممكن تكون ما تستاهلش أنها تكون عائلته في الآخر. يعني الفنان ده كان له أفلام كتيرة جدا من أيام زمن الأبيض والأسود، وكمان كان ليه أفلام، يمكن مش أفلام، مسلسلات في زمن التسعينات وزمن يمكن اول الالفينات او اواخر التسعينات. الفنان ده فوجئ بيه بعض الناس ان هو موجود في احد شوارع القاهره، وكان من المشردين، قاعد في الشارع بلا مأوى، مش لاقي ياكل، مش لاقي يشرب، مفيش اربع حيطان يداروه علشان خاطر يقدر ان هو يلجأ ليهم من البرد او الحر او ايا كان. يمكن القصه ديت بتكررة كتير جدا 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 في شوارعنا المصرية، ومتكررة بصورة أكبر مع طبعا مع ناس ممكن تكون مش مشهورة وممكن ناس محدش يعرفها ومحدش يعني بيسمع عنها، بس يمكن الفنان ده يمكن عشان خاطر مشهور فالدنيا يعني فرقعت معاه شوية والناس عرفت القصة. النهاردة موضوعنا عن المشردين، الهوملس. فقرتنا التانية هتبقى الفقرتنا الطبية، وهيبقى عن مرض كمان كلنا بنتكسف ان احنا نروح نسأل عليه، ويمكن محدش فينا بيكتشفه خالص، وهو مرض عادي جدا جدا جدا، وبيجي ممكن للطبقات كلها، الطبقات الفقيرة، الطبقات المتوسطة، الطبقات كمان العالية جدا ممكن تعاني منه بسهولة جدا 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 تنتقل لها العدوى دي. فقرتنا النهاردة الطبية هتكون عن مرض الجرم. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونطلع مرة تانية، نرجع لكم مرة تانية نكمل كلامنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا عن موضوعنا في فقرتنا الأولى، وهو المشردين. المشردين طبعا في مجتمعاتنا العربية بقت مأساة وقنبلة موقوتة بتهدد مجتمعاتنا، لأن ليها آثار سلبية كتير جدا جدا أعتقد أن احنا لمسينها دلوقتي ويمكن هتتفاقم كمان في السنوات اللي جاية. في دراسة أمريكية في أكتر من بتقول إن في أكتر من 100 مليون طفل مشرد في العالم، وتعتبر الهند على رأس الدول اللي بتنتشر فيها الظاهرة دي، وإن فيها حوالي أكتر من 10 مليون طفل من أطفال الشوارع والأحداث، ومع الهند بتيجي معاها المكسيك والأرجنتين في أمريكا اللاتينية من أعلى الدول انتشارا لظاهرة التشرد، وخصوصا تشرد الأطفال. أما في الوطن العربي فحدث ولا حرج، فيه من 7 ل10 مليون طفل مشرد. عايزين نعرف النهاردة إيه التشرد وإيه الأسباب وإيه اللي بيخلي الظاهرة دي تتفاقم في مجتمعاتنا العربية، وده اللي هيكلمنا عنه النهاردة باستفاضة أستاذ أحمد البدوي، استشاري العلاقات الأسرية وتطوير الذات. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. عايز اعرف من حضرتك الاول يعني ايه تعريف المشرد؟ بصي، خلينا نبسط كل المفاهيم واللي بتتكلم عنها التشرد. الشخص المشرد ببساطه شديده هو الشخص اللي ملوش مأوى، ملوش سكن. تمام. يعني بيروح مفيش مكان يروح فيه، هو اليوم بيخلص مفيش مكان بين اربع جدران وسقف يرتاح فيه ويغمض عينه، مفيش المكان وبدايه النهار كمان، يعني من يعني اول النهار هو طول اليوم
وكمان ما عندوش المكان اللي يطمئن فيه على أسرته وعلى زوجته وعلى أولاده على نفسه، فبالتالي هو ما عندوش الحاجة الأساسية البداية خالص لحياة الإنسان اللي هو ما عندوش الأمان، ما عندوش المأوى، ما عندوش المسكن، فمفتقد الحاجات الأساسية في حياته طبعا. يعني ده تعريف المشرد ببساطة. يعني ببساطة. طيب احنا دلوقتي بيبقى في ناس موجودة معانا في الشارع، سواء كانوا بقى رجالة ستات، وفي منهم فاقدين الأهلية، وفي منهم يعني تصنيفات كتيرة جدا. عايز أعرف من حضرتك تصنيفاتهم بتبقى إزاي، يعني إيه هي تصنيفات المشرد طيب خلينا أو الأول نقول أنواعهم؟ نقول الأول إن الشخص المشرد ممكن يكون فرد، طفل، مراهق، أسرة بالكامل. إنما في خلينا نقول تصنيف التشرد نفسه، إحنا عندنا ثلاث صور للتشرد. تمام. للشخص المشرد أو للأسرة المشردة أيا كان. أول حاجة اللي هو التشرد اللي إحنا نعرفه كلنا، اللي هو شخص زي ما قلنا من شوية فاقد المأوى، فاقد المسكن، ملوش مكان يأوي ليه في نهاية اليوم ولا في بداية اليوم، ولا يأمن فيه على نفسه أو على أولاده. تمام. ده النوع الأول، وده طبعا الكارثة الأكبر طبعا يعني. أكيد. بنسميه التشرد الأساسي. النوع الثاني اللي بنسميه التشرد الثانوي، اللي هو شخص فقد مأواه لكن عنده مأوى مؤقت، إما إنه يكون ملجأ مثلا، إنه يكون مأوى جماعي للناس متضررين من حاجة معينة، إنه عند حد من أهله من أصحابه لفترة معينة مؤقتة علشان هو ضرر ألحق بمسكنه ومأواه العادي. طيب التصنيف ده هل معناه ان هو طول النهار موجود مثلا في مكان ما، او في عنده مثلا يعني شغل، او عنده يعني ممكن يكون بيتسول طول النهار واخر النهار بيروح مثلا عنده مكان يبات فيه، ولا ده ممكن يتحط تحت انهي بند؟ احنا اتفقنا الاول ان في مشرد ملوش اي مأوى ولا مسكن ولا مؤقت ولا غير مؤقت. تمام. وفي المشرد اللي مؤقت عنده اقامه مؤقته، اما ان حد مستضيفه او تمام. ان هو قاعد في ملجأ في مأوى الدوله او المجتمع هو اللي موفره له. النوع الثالث وممكن تستغربي له شويه، اللي هو وبنسميه مشرد برضو، اي حد عنده بيت بالشهر مثلا بس، وبيعدي الشهر بالعافيه، يدفع الايجار بالعافيه، تمام. ده يعتبر مشرد. اي حد ما عندوش حمام في بيته او مطبخ في بيته، ده يعتبر مشرد. ليه؟ لان هو ممكن في لحظه يبقى بره. هو على كف عفريت زي ما بيقولوا، ان بالظبط. هو في لحظه ممكن يكون ما عندوش المأوى ده. هو واقف على باب حياه التشرد ما بين هنا وهنا، فبنسميه يعني مشرد مؤقت. زي زمان ما كنا بنشوف البانسيونات اللي هي موجوده من ايام الافلام بالظبط، الابيض زي فكره واسود. البنسيون بالظبط. هو وبتستنوا الحمام بالطابور بالظبط. وبتستنوا ان في هم لحظه ممكن يبقى بره. تمام. في لحظه ممكن يتحول الى الفئه الاساسيه او الثانويه من التشرد، انه يكون مش عنده مكان او انه يكون عنده مكان مؤقت. الثلاث انواع بيسموا مشردين لان هم في اي لحظه ممكن ينتقلوا للنوع الاول، للنوع الاولاني او للنوع المتوسط. اللي هو التشرد اللي احنا نعرفه كلنا بشكل واضح لينا في الشارع طبعا. طيب احنا عندنا اكيد في سبب يعني للظاهره دي، سبب للتشرد اصلا. ايه اسباب التشرد اللي ممكن تخلي تدفع انسان ان هو في لحظه ما يكون بره في الشارع؟ بصي، هو بدايه اول حاجه وهتبقى اي المشكله الرئيسيه بالنسبه لنا الفقر، ان هو ما عندوش الدخل اللي يسمح له انه يوفر البيت والاكل ورعايه نفسه او اسرته لو معاه اسره. فهتلاقي تمام. اول سبب من اسباب التشرد للاسف الفقر، وان كان التشرد موجود في كل دول العالم وبنسب زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في الاول، لكن طبعا في الدول الناميه والدول اللي اقتصادها منخفض ودخل الفرد فيها منخفض طبعا بيزيد. فالفقر من اول الاسباب اللي بتؤدي الى التشرد. يجي بعديه على طول البطاله، ان هو ما عندوش شغل. ما عندوش شغل. فما عندوش دخل ثابت، سواء بقى لقصور فيه هو في مهاراته او في علمه او في خبرته او في المجتمع ان هو ما وفرلوش فرص عمل. في الحالتين هو بيبقى مشرد، لانه برضه بيروح للفقر، انه بيبقى عنده بطاله فبالتالي بيتحول الى الفقر. في اسباب تانية كتير زي مثلا اعاقه جسديه، اضطراب عقلي، عنف اسري، وده للاسف موجود في مناطق كتير وبالذات في المناطق العشوائيه، اللي هو من كتر مثلا الضغوط اللي بيتعرض الضغوط ليها النفسية اللي بتمر بيها بالذات الأسرة. المراهق اللي عنده القرار ان هو يخرج من البيت ويعيش حياته بره ويتسول بقى، يعني المهم يبعد عن الضغوط اللي هو بيتعرض لها ايا كانت الضغوط دي. ممكن يكون هو في اسره ميسوره الحال، ممكن يكون في اسره فقيره بس مضغوط نفسيا، بس مضغوط نفسيا ايا كان السبب، فبيخرج بره.
الإدمان طبعا من الحاجات أو الأسباب الرئيسية للتشرد، لأن المجتمع بيرفضه يمكن بيته. عايزة أقف عند قصة الإدمان بالذات، إشمعنى المدمن يعني دايما بيبقى مشرد بره في الشارع؟ لان دايما المدمن يقول لك انا خلاص، ما انا في مأوى قدامي، وانا خلاص ممكن على الاقل هسرق حاجه من البيت وهروح اجيب الحاجه اللي انا عايزها. ليه بيلجأ في النهايه بالذات المدمن ان هو يلجأ ان هو يقعد بره في الشارع؟ لان المجتمع الصغير بتاعه اللي هو البيت بيستحمله شهر اتنين لفتره سنه لفتره معينه، وبعدين يبدا بعد كده يلفظه بره بقى، لا احنا تعبنا منك. بيسرق زي ما حضرتك بتقولي، بيسبب مشاكل في البيت، هو بالنسبه للبيت يعني عار على البيت وعامل مشاكل للبيت بالظبط. وصوره سيئه، فبيلفظوه بره البيت لانه اكيد بيحاول معاه مره واتنين ويتعالج، ما بيتعالجش فيبدا يخرج للشارع. الشارع اسهل، هو في حاله من الغياب اصلا الذهني ومخه مش معاه، عقله مش معاه، تمام. فبالتالي الدنيا سهله بره اسهل. ونظام ان انا خلاص بقى انا هنزل، نزلوني يعني خلاص، مش عايز اسمع حاجه، ومش عايز اسمع كل شويه توبيخ، وان انا انت مش كويس، انت كذا، فليه بقى ما انا اخدها من قصرها مش عايز واقعد في مكان نصايح، تاني ما اسمعش فيه الكلام ده. لا عايز نصيحه ولا عايز حد يقول انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه، خلاص هو بره اسهل بالنسبه له، بيشوفها في الصوره ديت. تمام. ويبقى الادمان كمان باب لحاجات كتير قوي، يعني ابسطها التشرد، يعني الادمان يودي لسرقه، يودي لاجرام، يعني احنا تمام. هو كل مجالات الضياع متوفره بالنسبه للمدمن، ومنها طبعا التشرد. كمان في حاجه كمان اخيره الحقيقه، هي الضغوط النفسيه. تمام. تلاقي واحد طيب ماشي قبل في ما الشارع كده. نكمل مع حضرتك اتفضل. موضوع الضغوط النفسية، احنا معانا مداخلة تليفونية من المهندس محمود وحيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. أهلا بحضرتك. ألو، باشمهندس محمود معايا؟ ألو، طيب هنتواصل مع حضرتك مرة تانية ونكمل كلامنا مع حضرتك. نكمل بقية الأسباب بقى من أول الضغوط النفسية. اخر حاجه عايز اقولها اللي هو الضغوط النفسيه، يعني في ناس بيبقى عنده اما الضغط النفسي ده نتيجه ظروف اقتصاديه او مرض، او مرض حد في البيت غيره، او ضغوط عليه هو من متطلبات البيت منه، او من طموح الاهل فيه، ايا كان شكل الضغوط. بنشوف ناس ماشيه تكلم نفسها في الشارع، تمام، اعمار مختلفه، واحيانا نسال على الناس مثلا يقول لك والله ده اهله ناس ميسوره الحال ومش مجنون، مش مختل بالظبط. عقليا ولا حاجه، ولا عنده اعاقه جسديه، ولا مدمن، ولا فقير، امال يمكن ايه؟ سمعنا فعلا عن قصه مؤخرا، انا طبعا مش قادره يعني اتحرى اذا كانت يعني اذا كانت صحيحه ولا لا، بس فعلا ناس كتيره جدا قالت ان كان في مهندس يعني وراجل كان يعني ميسور. طيب من قبل ما نقول القصه، المداخله معانا مره تانية باشمهندس محمود وحيد، اهلا بيكي، ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. حضرتك مؤسس ورئيس مجلس اداره معانا لانقاذ انسان، صح كده؟ مظبوط يا اهلا مظبوط، بحضرتك. اهلا بيك. انا عايزه اسال حضرتك، ايه دور المؤسسات و يعني الخدمات الاجتماعيه اللي بتقدمها مؤسسه معانا لانقاذ انسان لحمايه المشردين، وايه المؤسسه بتعمل ايه بالظبط عشان خاطر تقدر ان هي تحجم من المشكله دي في المجتمع بتاعنا؟ هي مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان كانت الجهة الرائدة في تسليط الضوء على ظاهرة أهالينا المشردين بلا مأوى، وابتدينا نشتغل على أرض الواقع إزاي نعيش الناس دي حياة كريمة، وخصوصا إحنا بنشتغل على كبار السن. فكبار السن محتاجين برامج معينة، ومحتاجين حياة معينة، ودعم نفسي معين. إحنا عملنا لهم دور إيواء. دور الإيواء دي إحنا فرق الإنقاذ بتاعتنا بتنزل الشارع، بتاخد الحالة أو الشخص المشرد من الشارع، تمام، وبيعيش عندنا حياة كريمة لآخر عمره، بنهتم بيه من أكله وشربه ولبسه، علاجه، الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، كل شيء هو محتاجه، بنكون أسرة ليه. طيب حضرتك المتطوعين من الشباب، يمكن انا يمكن احد الناس اللي انا شفت الشباب دي بجد وهم بيتعاملوا مع الحالات دي، ازاي بتقدروا تختاروا المشرد اللي تقدروا ان انتوا تاخدوه معاكم الدار وتعملوا له ايواء؟ هل في يعني شروط معينه للمتشرد ده عشان خاطر تقدروا تاخدوه؟ لان اكيد في مشردين ممكن يعني مش عايزه اصلا ان هي تروح دار زي كده. لازم الاول نفرق بين المشرد وبين المتسول.
تمام. المشرد هو شخص لا حول له ولا قوة وقاعد في الشارع وما ملوش مأوى وملوش مكان. المتسول هو شخص بيمتهن التسول أو الشحاتة، فهو ليه أسرة وليه بيت وبيروح وبيجي وهو قاعد في الوضع ده بمزاجه، فده مش هدفنا لأن ده حاجة تانية خالص غير التشرد. فإحنا الشخص اللي بلا مأوى هو ده هدفنا، بنبدأ نعمل بحث حالة عنه. المتطوع بينزل يسأل الناس المحيطة بيه، بيتكلم مع الحالة نفسها لو الحالة مش مريض نفسي واعي، تمام. بيتكلم معاه بنشوف إيه الظروف، وساعتها بنقدر نقرر إزاي نقدر نساعده. طيب حضرتك بتقرر بعد كده ان هو ده بينفع ان هو نقدر ان احنا ناخده ونوديه احد الدور اللي تابعه للمؤسسه عند حضرتك، صح كده؟ مظبوط، صح كده، صح. تمام. طيب حضرتك الدعم المادي اللي بيوصل للمؤسسه بيبقى كله عن طريق ايه؟ هل التبرعات ولا هل في اماكن تانية حضرتك بتاخد دعم منها؟ لا، هو الدعم المؤسسة كله قائم على التبرعات، ما فيش أي جهة حكومية حتى الآن بتدعمنا، احنا قائمين على التبرعات تمام. وعلى أهل الخير. حضرتك معايا باشمهندس محمد، باشمهندس معاكي محمود، طيب، معاكي يعني على قائم على التبرعات نفسها. قائم على التبرعات. اه تمام. طيب حضرتك دلوقتي المؤسسة هل بيحصل فيها ان في نماذج بتروح عند حضرتك المؤسسة وفجأة تقول انا مش عايزة اقعد او بتهرب؟ طبيعي جدا ان شخص هو قاعد في الشارع، طبعا مش واخد على حياة الانضباط، ان هو يبقى في صحيان في وقت معين واكل في وقت معين وعلاج، ولا ما تشربش سجاير، لا ده بيضر صحتك، لا ده مش في مصلحتك، لا ده، فطبعا ممكن يبقى لا انا مش عايز الحياة دي، انا مش واخد عليها، لان هو بقاله عشرات السنين. احيانا احنا بناخد حالات بقالها 50 سنة فترة كبيرة جدا في الشارع، فطبعا تمام. سلوكه خلاص اتغيرت. فعشان نحاول نعمل له تعديل سلوك ده بياخد مننا مجهود كبير جدا، واحيانا هو بيرفض. احنا يعني في المؤسسة مش جهة احتجاز، يعني لو هو رفض بيقعد مع الاخصائي النفسي، بيقعد مع الاخصائي الاجتماعي ويحاول يقنعه ان هنا افضل لك، وان الشارع ليه اضرار عليه كبيرة وخطورة عليه كبيرة. لو صمم بيمشي، فعلا بيمشي، ويعني بنبقى منتظرينه في فترة قريبة جدا يجي يخبط علينا يقول لنا أنا عايز أرجع تاني. تمام. يعني كده على حسب يعني برضو رغبته في الاخر، ما حدش بيقدر طبعا يجبره على حاجه، وهو طبعا سيد قراره في النهايه. يعني انا في نهايه المداخله بحب اشكر حضرتك مهندس محمود وحيد، مؤسس ورئيس مجلس اداره معانا لانقاذ انسان، بنشكر حضرتك جدا على المداخله دي. شكرا لحضرتك وشكرا لضيفك الكريم. شكرا، ميرسي شكرا. جدا حضرتك. طبعا احنا هنرجع نكمل كلامنا مرة تانية، وهنرجع برضو لدور المؤسسات والجمعيات، بس بعد ما نكمل بقية الأسباب اللي احنا كنا بنتكلم فيها. في أسباب تانية احنا نقدر يعني نقول ان هي هي دي سبب؟ الأسباب الرئيسية لظاهرة التشرد، سواء كان الفقر أو الجهل أو المشاكل الأسرية، الضغوط النفسية، يكون في إعاقة جسدية أو إعاقة نفسية أو عقلية. دي إجمالا الأسباب اللي بتوصلنا للصورة اللي احنا بنشوفها في الشارع تمام. بشكل عام. طيب احنا دلوقتي في سلبيات للتشرد بتقع على الدولة وعلى المجتمع، طبعا ايه السلبيات دي؟ يعني ممكن يقول ده واحد في حاله خلاص، احنا مجرد ان احنا هنديله حسنا زي ما بيقولوا وما عندناش ادنى مشكلة خالص، بس اكيد في سلبيات هتظهر، ايه هي السلبيات دي؟ طبعا وظاهرة وموجودة بالفعل. يعني أولهم العنف والجريمة. إحنا عندنا مشروع مجرم، حد مش قادر يتقبل المجتمع اللي حواليه وأكيد ساقط عليه جدا، لأن شايف بيحقد على كل الناس اللي ماشية طبيعية وفي وضع أحسن منه، في لحظة ممكن يتحول لمجرم لما تزيد الضغوط عليه، لما ما يلاقيش حتى ياكل، لما ما يلاقيش يشرب، يبتدي ينقم على المجتمع اللي حواليه. قنبلة، هو عبارة عن قنبلة. فالعنف والجريمة، احنا زي ما بقول لحضرتك احنا قدام مشروع مجرم نايم في الشارع او بيتسول او ايا كان الصورة، تمام. فاحنا امام مشروع مجرم. العنف والجريمة، وده موجود دلوقتي، اللي هو حتى موجود كمان في الجزء في النوع اللي هو زي ما قلنا الثانوي، اللي هو مثلا في ملجأ او في مكان تجمع اللي مشاكل هو خلاص هو سلوكية بيخرج كبيرة. وممكن يكون عنده الوقت كمان الكافي ان هو يقدر يخطط لجرائم معينة، او يعني للجزء اللي بيقعد فيه حتى في الملجأ ده. وعنده جواه نقول ايه المبرر، اللي هو الناس كلها وحشة،
الناس كلها ظلماني، انا متضرر من الناس دي كلها، كل الناس دي تقدر تديني وهي حظها احسن مني ومش بتديني. لان الاخطر فعلا المتشرد الغير فاقد للاهليه، يمكن فاقد الاهليه يعني شويه ما بنقدرش نقلق منه، بس اللي عقله معاه واللي ما عندوش مشكله في التفكير هو صحيح. ده اللي ممكن يتحول لمجرم صحيح حقيقي. صحيح. طيب عايزين حضرتك في الاخر كده نعرف ايه الدعم اللي انا اقدر اقدمه، سواء احنا كافراد في المجتمع للمشرد وسواء كمؤسسات مجتمعيه، المفروض ان انا اقدم للمتشرد ده الدعم ازاي بحيث ان انا احد من الظاهره دي؟ بس خلينا نجملهم كده زي ما قلتي. بس اول حاجه احنا محتاجين تشريعات، محتاجين الدول اللي عندها ظاهره التشرد واضحه عندها يكون عندها تشريع اولا يحمي الناس دي، يبقى عندي خطوات اجرائيه كده المفروض انا اعملها كمؤسسات كمحليات كبشر كناس مواطنين عاديين، ايه الاجراء اللي المفروض اعمله وفق القانون لما يكون في قدامي شخص مشرد في الشارع اتعامل معاه ازاي؟ الحاجة الثانية أن يكون عندي قوانين تمنع ده، يعني مثلا قوانين عمل، قوانين ضرائب، لأن أحيانا الضغوط النفسية والمادية هي اللي تحسين مستوى المعيشة بتسبب ده بشكل كبير. طبعا الفقر بيكون سبب في ده المستوى الاقتصادي. حاجة تانية كمان، إحنا كناس بعيد عن المؤسسات كمواطنين عاديين، المشرد اللي في الشارع ده محتاج ثلاث حاجات رئيسية بس عشان يبدأ يعيش: سكن، تمام، علاج، ولبس. واول واللبس والاكل والشرب اللي هي حاجات الاحتياجات الرئيسيه. يمكن الكلام مع حضرتك استاذ احمد شيق جدا جدا جدا. انا في نهايه الفقره بشكر حضرتك استاذ احمد البدوي استشاري العلاقات الاسريه وتطوير الذات، نورتنا النهارده. ميرسي جدا وسعيد كنت معاك. انا اسعد. المشرد بني ادم زينا زيه، وزي ما قال الاستاذ احمد هو محتاج ثلاث حاجات: المسكن والعلاج والاحتياجات الأساسية من أكل ولبس. أعتقد لو إحنا وفرنا ثلاث حاجات دول مش هيبقى فيه عندنا مشرد في بلدنا، ولازم فعلا نحد من الظاهرة دي كتير جدا جدا لأنها بالفعل قنبلة موقوتة. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية.